ايه مشكلتكم مع الشفاعة يا سيس؟ الشفاعة ده سؤال جميل جدا جدا. احنا لا نقلل من القديسين ابدا، القديسين على عيننا وراسنا، ده مش كلام سياسة او مجاملة، لا القديسين فعلا هم كواكب احنا بنتعلم منهم، وربنا قال كده: انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. بس هقول لحضرتك، احنا لازم نتعلم من الرسل الشهداء الشجعان اللي هم قدموا حياتهم يعني قربان للمسيح، دول لازم نتعلم منهم الشجاعة. القديسين في الكتاب المقدس وخارج الكتاب المقدس لازم نتعلم منهم، لكن لازم نعرف ان الشفاعة دي مرتبطة بكام شرط. اولا الشفاعة اللي هي خاصة بالتكفير المسيح بيقوم بيها دي، لازم نعرف ان هي عايزة شخص يكون كفر عن خطايانا، محدش من القديسين كفر عن خطايانا الا المسيح. نمرة اتنين، يكون مساوي للآب، زي المحامي لما بيدافع عن المتهم يكون مساوي للقاضي في دراسته. ما بنجيبش محامي مش مكمل مثلا لسانس حقوق، لازم يكون واخد لسانس حقوق عشان يكون مساوي للقاضي في الدراسة ويقدروا يتفاهموا مع بعض. المسيح مساوي للآب، هو طبعا فادي ومساوي للآب وبلا خطية. القديسين طبعا صحيح ان هم بيصلوا من اجلنا، لكن انت في حياتهم ما ينفعش القديس يصلي لي بعد الممات. المسيح هو الشفيع والوسيط، لانه حي، لانه مساوي للآب، لانه بلا خطية، ولانه فادي. لكن القديس ما عندوش استفاضة، ولا هو فادي. يعني ايه انا اسحبها من الشهود؟ ما هي السحابة من الشهود، يعني لازم ابص للسحابة فوق، ببص للشهود اللي هم شهدوا عن الرب وعاشوا حياة مقدسة، وبحاول اتعلم منهم، بتعلم من ابراهيم الايمان، بتعلم من ايوب الصبر، بتعلم من بطرس الايمان، بتعلم من كل واحد حاجة، بتعلم من العذراء مريم التحمل والصبر والايمان. في دليل اكتر من ظهورها يا اسيس؟ وفي دليل اكتر من ظهورها؟ كويس، احنا عايزين، انا كنت عايز اجيب ايه الاول على الشفاعة اذا سمحت لي، ممكن قبل ما نخش على الظهور، ممكن اتفضل يا اسيس. في تيموثاوس في ايات بتوضح ان الشفاعة او الوساطة المسيح بيقوم بيها دي شفاعة خاصة جدا، مش ممكن اي قديس يقوم بالشفاعة دي او الوساطة اللي المسيح بيقوم بيها. بيقول ايه في تيميثاوس الصحة الثاني عدد 5، تيميثاوس 2 عدد 5: لانه يوجد اله واحد وسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح. اله مساوي للاب، نمرة اتنين انسان يمثلنا، يبقى هو بيمثلنا يمثل الاب في نفس الوقت، الذي بذل نفسه فادي. الشهيد مهما قدم حياته ما قدمهاش فدية لنا، لا ده هو قدمه قربان للمسيح. الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع، الشهادة في أوقاتها الخاصة. فهنا شروط الشفاعة كمان المسيح حي. حضرتك اللي قريته ده شفاعة كفارية مش توسلية. تمام، بس في آية تقول لك: لنا الشفيع إن أخطأ أحد فلنا الشفيع عند الله الآب يسوع المسيح البار، وهو حي ليشفع فينا. يعني الرد برضه شفاعة كفارية مش توسلية. نعم، طب ماشي، طب خلينا في التوسلية. التوسل أنا ممكن أصلي لحضرتك وحضرتك تصلي لي، دي متاحة لنا كلنا، لكن بعد الممات الكتاب بيقول لك: الموتى لا يسبحون الرب، ليس في الموت ذكرك. مش ممكن أبدا حد يعني يصلي زي ما إبراهيم صلى من ده. ليش أحيا ميت وهو ميت يا قسيس؟ مش بإرادة إليشع دي، ربنا حب يثبت إن هو معاهم، وإن إليشع كان راجل قديس، لكن إليشع ما كانش ليه أي إرادة في الموضوع ده. عظام ولا أحية الميت؟ مش العظام، هي ربنا اللي أقامه، بس حب يقول إن الإنسان ده كان قديس وإن أنا معاكم ما تخافوش من حاجة. لكن صلاة إبراهيم، طب ما خلينا نشوف صلاة إبراهيم من أجل لوط ومن أجل خراب
صدوم وعموره كان بيصلي وابراهيم كان عايش، لكن ما فيش ولا ايه بتقول ان ابراهيم صلى بعد الوفاه او بعد الرقاد من اجل عبدك داوود. من اجل عبدك يعني ايه؟ يعني اسمع يا رب من اجل عبدك داوود. الله ده حلو قوي الايه، لان بيقول كنت فتى والان شيخ ولم ارى صديقا تخلي عنه ولا الذريه لها تلتمس خبزا. يعني ربنا عايز يطمن المؤمنين بان ربنا هيرعى ابنائهم والذريه. يعني من اجل عبدك داوود، يعني هو بيتشفع بداوود؟ لا ما قالش من اجل صلاه يعقوب، من اجل عبدك داوود، من اجل ان داوود ارضاني انا هطمنه على اولاده وهطمنه على ذريته. طب هو يعني له خاطر اهو، الخاطر ان ربنا يرعى اولاده، لكن مش الخاطر ان يسمع داود بعد الوفاه. لا مش يتقال من اجل عبدك داود، ماشي من اجل سيت داود، من اجل حياه داود السابقه، لكن مش من اجل صلوات داود الحاليه. طب يعني بيتشفع بحياه داود السابقه؟ انا على فكره مبسوط بالسؤال ده، لان هتخليني اقرا جزء في الاعمال الرسل. كان بطرس بيقول ان في ايه قالها داود ان لم تترك تقيك يرى فسادا. فطبعا بيتكلم عن مين؟ عن داود ولا عن المسيح؟ هنلاقي ان هو بيتكلم عن داود، عن المسيح. ليه؟ لان بيقول السبب هنا ليه ما يكونش عن داود شخصيا. هقول لحضرتك ليه. لاني خلينا نقرا في اعمال 2، اعمال 2 بيقول لك اعمال 2:27، لانك لن تترك نفسي في الهوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. ممكن على داود، ممكن على المسيح، لكن بيقول في عدد 29 ايها الرجال الاخوة يسوخ ان يقال لكم جهارا عن رئيس الاباء داود انه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. هنا بيتكلم ان هو ده مش على داود ابدا، هو مدفون عندنا لكن رأى فساد طبعا ورأى تحلل. تعال نكمل 30، فإذ كان نبي وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسي، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. يبقى إذن هنا بيتكلم عن المسيح، فيسوع هذا أقامه الله، نحن جميعا شهود لذلك. طيب تعال نكمل عدد 34، أيعجب حضرتك جدا، لأن داود لم يصعد إلى السماوات، لم يصعد إلى السماوات، لازال راقد ليوم القيامة، لم يصعد. هيختطف لما يجي المسيح على السحاب، يقول لك إيه إن الأموات في المسيح يقومون لكن أولا. لكن بيطلبوا منه، هو بيقول له من أجل عبدك داود. ماشي، أنا عشان خاطر حضرتك راجل كويس وإنسان صديق، وبعد ما مات ربنا بيطمنك إن ابنك في رعايته، دي حاجة مكافأة لينا إن ربنا يبارك في أولادنا ويحافظ عليهم على الأقل دنيويا حتى لو ما قبلوش كلام الله. لكن ما يقصدش ابدا اني سليمان قال له يا رب عشان خاطر بابايا من اجل عبدك داوود يا رب اسمعني. يبقى سليمان بيطلب منه من اجل داوود بعد ما مات، بس ما قالش يا ابو يا ابي داوود صلي من اجلي ابدا، ما قالش. طيب يعني قصدك انه بيكلم ربنا مش بيكلم داوود؟ بيقول لربنا ان ابويا كان كويس وكده، لكن ما قالش ابدا اني طب كده مش بيتشفع بيه؟ لا فين الشفاعة؟ طب حضرتك خلينا نقرأ في أشعياء برضو. أشعياء بيقول كلام حلو خالص، أشعياء صح 8 وعدد 19، إذ قالوا لكم اطلبوا إلى أصحاب التوابع والعرافين والمشقشقين والهامسين، ألا يسأل شعب إلهم؟ يا أساس عجيب المشقشقين والهامسين وبتوع التوابع للقديسين، ده حاجة تانية. طب ماشي أنا معك في كده، أنا معك 100%، بس تعال نشوف الآية الجاية، أيسأل الموتى لأجل الأحياء؟ هنروح للموتى عشان يرشدونا؟ لا طبعا، إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. حضرتك كنت سألت سؤال وإحنا سبناه عن الزهرات مش كده؟ عن الزهرات، الزهرات
دي زي ما احنا قلنا قبل كده ان الشيطان عايز يأكد في اذهان الناس ان الموتى يشعرون ويحيون وحاجات زي كده. فعشان كده في مذاهب كتير واديان كتير بتقول ان الموتى بيعيشوا او بيحسوا او بيشعروا وليهم اتصال بينا مع ان ربنا تقريبا الكل ما عليكم يا أسيس. طيب امين امين ماشي. احنا يعني ربنا معانا فين؟ ربنا معانا. بس الحق احنا عايزين الحق فين؟ تمام. الحق فين؟ الحق بيقول ايه؟ بيقول ان الموت اللي على منشأ. انا عايز بس اكرر الايه اللي انا قلتها كتير، ان داود بيقول يا رب خليني اعيش. ليه؟ لان انا لو مت مش هقدر يعني اصلي ولا اسبحك. ايه صريحة جدا، يعني خليني اعيش عشان اصلي. لو في صلاة بعد الموت كان يقول له طيب ماشي نكمل لما اجيلك، ماشي كده. تعال شوف حضرتك في مرقس، اسف، مزمور 6 عدد 5، مزمور 6 عدد 5، لانه ليس في الموت ذكرك، في الهاوية اللي هو القبر من يحمدك. يعني انا خليني اعيش قبليها، عد يا رب نجي نفسي خلصني من اجل رحمتك، خليني اعيش عشان لو مت هبطل اصلي. انا عايز اصلي لك، انا عايز اصلي لك. مش ربنا محتاج، لا احنا محتاجين نصلي لربنا.